اعزائي مشاهدي القاهره والناس كوره، اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ميدان التحليل. كل يوم بنكون مع حضراتكم من الساعه 7 للساعه 9 الا ربع، من الحد للاربع، كل الاحداث الرياضيه سواء كانت محليه او عالميه. ابرز عناوين هذه الحلقه: الامن يرفض اقامه لقاء الاهلي داخل القاهره، الاموال العامه تطلب زين، أعضاء النادي الأهلي يهددون بالاحتجاجات والتصعيد، الخطيب متخصص أفراح فقط، عمرها 86 سنة وتلعب الرياضة، وهنجيب لحضراتكم فيديو عن هذا الموضوع، ميدو يحذر رئيس الزمالك، أزمة الرواتب والمستحقات تهدد الزمالك، من الجبلاية للكاف عايز حقي، السيسي يظهر في الزمالك، وضيف حلقة اليوم الكابتن عماد النحاس وكلام في الكورة، فقرة جديدة المواقع تقول. عايز اتكلم مع حضراتكم النهاردة، او اول خبر هتكلم مع حضراتكم فيه النهاردة، المنتخب يخوض مران مكتمل اليوم استعدادا لمواجهة البوسنة. اول مران النهاردة بيخوض منتخبنا القومي وهو مكتمل الصفوف في النمسا استعدادا لخوض مباراة الغد الودية أمام منتخب البوسنة، وذلك بعد وصول لاعبي النادي الإسماعيلي إلى معسكر الفريق. وصل معسكر المنتخب طبعا وصل إلى النمسا على ثلاث دفعات، حيث غادر من القاهرة 8 لاعبين مع الجهاز الفني للمنتخب، ووصل إلى هناك في اليوم الثاني اللاعبين المحترفين في أوروبا، ووصل أمس لاعبو النادي الأهلي. الحقيقة ده كلام الإنشائي، الكلام العادي اللي احنا هنتكلم فيه، ولكن أنا عندي معلومات مهمة جدا عن هذه المباراة، وعندي معلومات قد تثير غضب الكثيرين من الجمهور المشاهد. فالحقيقة الموضوع كبير جدا، ولكن طب خلينا نطلع الأول نشوف تقرير عن هذه المباراة وعن المعلومات اللي عندي، وهنطلع نشوف هذا التقرير ونرجع اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع تحديدا. هل تندلع الجريمة باسم المنتخب ويترك جمال علام ورفاقه مقاعدهم في اتحاد كرة القدم؟ ناقوس خطر يدقه ميدان التحليل اليوم بعد أن تصاعدت الأحداث سريعا في الساعات الماضية، وبدأت الرياح الكريهة تأتي من النمسا، حيث تقام مباراة المنتخب المصري الودية أمام نظيره البوسني في أول الاختبارات مع شوقي غريب المدير الفني الجديد. الملايين في مصر كانوا ينظرون إلى المباراة على أنها بداية قوية وحقيقة لعهد جديد بعد رحيل الأمريكي بوب برادلي، يغسلون فيه هموم الخسارة التاريخية أمام غانا بستة أهداف مقابل هدف في كوماسي، والإخفاق في تحقيق حلم الصعود إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في البرازيل. وما حاز عليه ميدان التحليل باختصار أن المباراة بيع لها 17,000 تذكرة مجهولة الهوية، وفجأة وقبل أن تطرح بشكل حقيقي في الأسواق سواء المصرية أو البوسنية أو النمساوية على أبناء الجالية المصرية، وسط تكهنات تفيد ذهاب النصيب الأكبر منها إلى مؤيد الرئيس المعزول محمد مرسي بمعرفة قطر وتركيا للظهور في المدرجات حاملين الأعلام الصفراء والشعارات السياسية الكريهة في الشارع المصري. والمثير أن وزارة الخارجية باتت فجأة مطالبة بإصلاح خطأ اتحاد كرة القدم الذي اختار البوسنة ورئيسها، أعلن قبل شهر تأييده لمرسي وأنصاره ورفع العلامة الصفراء غير عابئ بعلاقات الدول أو مشاعر الشعب المصري. ولم ينتبه اتحاد الكرة ورئيسه جمال علام إلى ما يحاك ضد مصر كرويا في موقعة البوسنة والهرسك منذ شهر كامل، واستفق متأخرا جدا وهو يحاول منع ظهور العلامات الصفراء في المدرجات، وتناسى أنه من رفض اللعب أمام البرتغال التي تضم كريستيانو رونالدو أفضل لاعب العالم، أو الإكوادور أحد القوى الصاعدة في أمريكا الجنوبية، وذهب إلى مواجهة البوسنة والهرسك. ولا تتوقف خسائر الجبلاية عند جريمة ما تنتظر المنتخب في اللقاء، بل اللقاء نفسه يشاب حوله شبهات عديدة.
17000 تذكرة، محدش عارف هو مين اللي اشترى التذاكر دي. 17000 تذكرة، معلومات الحقيقة جاية لي انا شخصيا من النمسا، ان في ناس كتيرة جدا تابعين لجماعة معينة هم اللي اشتروا هذه التذاكر. احنا الحقيقة بنعمل نقص خطر في هذا الموضوع تحديدا. ليه؟ احنا مش عايزين ندخل الرياضة في السياسة، مش عايزين حد يستغل كرة القدم وشعبية كرة القدم في ابراز الوجه السياسي القبيح الحقيقة اللي ناس كتيرة جدا ما بتحبوش في امام العالم كله في ماتش كرة قدم او في مباراة كرة قدم. الحقيقة احنا الحقيقة دايما بنحاول ندق ناقوس الخطر، والاربع خمس ايام اللي فاتوا انا الحقيقة اتكلمت مع ناس كتير جدا علشان هذا الموضوع تحديدا. يا جماعة انتوا عارفين اللي بيحصل هناك ايه؟ انتوا عارفين البوسنة دي ايه اللي بيحصل فيها؟ انتوا عارفين ان من شهر او من شهر ونص طلع احد المسؤولين الكبار في البوسنة ورفع بعلامة كل كثير من المصريين الحقيقة مش عايزين هذه العلامة؟ عارفين الكلام ده ولا مش عارفينه؟ عارفين ان في حاجات كتيرة جدا بتتحضر بقالها شهر في هذا الموضوع؟ قد يكون فريق البوسنة الحقيقة من احسن الفرق، طبعا ده اللي انا اقصده، فريق البوسنة من احسن الفرق في العالم، رقم 19 على العالم، والمباراة فنيا قد يستفيد منها الجهاز الفني واللاعبين، ولكن انا بتكلم على المدرجات. وعموما احنا كان قدامنا بدايل الحقيقة، اللي هو دي النقطة برضو التانية اللي عايز اتكلم فيها. احنا كان قدامنا بدايل، كان قدامنا برتغال، كان قدامنا ارجنتين، كان قدامنا كذا بديل الحقيقة، والاكوادور. اشمعنى البوسنة؟ اشمعنى البوسنة؟ معرفش هل ده سوء اختيار ولا سوء حظ ولا ايه، انا مش عارف. لان بقول لحضراتكم الشهر اللي فات الصورة، هتلنا الصورة تانية يا ايهاب، الصورة اللي واضحة قدام اللي هتيجي قدام حضراتكم دلوقتي، الناس من شهر تقريبا، ده مسؤول كبير جدا في البوسنة. يعني هل حضراتكم متخيلين ايه اللي ممكن يحصل لو جه بلاش 17000، 15000 متفرج ولا 10000 متفرج يجوا يعملوا هذا الموضوع اللي انتوا شايفينه؟ يا جماعة من فضلكم حاولوا تفكروا شوية. وزي ما قلت لحضراتكم انا بقالي 4-5 ايام بكلم ناس هناك في النمسا عشان يقولوا لي بالفعل الناس بتأكد لي هذا الموضوع. يمكن يطلع غلط بكرة، ولكن انا بأكد لحضراتكم زي ما اكدت لكم امبارح هنا في ميدان التحليل. سيبكم بقى من هو انفراد ومش عارف ايه والكلام وحصري والكلام ده كله، لا، انا قلت لحضراتكم امبارح ان انا عندي معلومات ان الدوري هيتأجل، ان الدوري مش هيبقى فيه جمهور، انا اسف مش الدوري هيتأجل، ان الدوري مش هيبقى فيه جمهور لنهاية الموسم. النهاردة طلع قرار رسمي بعدم وجود جمهور لنهاية الموسم، سواء في المباريات الافريقية او المحلية. فانا بقول لحضراتكم معلومات، معلومة مهمة جدا لحضراتكم. فالحقيقة كمان في جزء تاني عايز اكلمكم فيه. 17000 تذكرة، 17000 تذكرة، التذكرة ب 50 يورو تقريبا، يعني فيما حوالي تقريبا حوالي 500000 يورو التوتال كله، تقريبا 500000 يورو ال 17000 تذكرة. عارفين احنا واخدين كام؟ احنا واخدين 50000 يورو، 50000 دولار. منتخبنا القومي واخد 50000 دولار. طبعا انا بحيي الكابتن شوقي غريب ان هو اساسا بيسعى في هذا الموضوع، ولكن في نفس الوقت يعني 500000 يورو ده تمن 17000 تذكرة، تمن 17000 تذكرة، احنا ناخد منهم 50000 دولار. انا الحقيقة في حاجات كتير جدا الواحد لما بيقف قدامها، وزي ما قلت لكم انا اعرف الموضوع ده بقالي اسبوع، لكن انا ما حبيتش اتكلم مع حضراتكم في هذا الموضوع غير لما اتاكد بشكل كبير، مش بنسبة 100% طبعا، ولكن بشكل كبير انا بتكلم في هذا الموضوع. الموضوع ده الجواب فيه بيبان من عنوانه. يعني ايه الجواب بيبان من عنوانه؟ يعني 17000 تذكرة، الناس اشترت 17000 تذكرة ومنهم شراء جماعي، عشان تبقوا حضراتكم عارفين، من سفارات معينة هناك. يعني ده احنا هنا في مصر يوم ماتش مصر وغانا ما جاش 17000 واحد. حضراتكم متخيلين ايه اللي ممكن يحصل؟ حضراتكم متخيلين الخلط ما بين السياسة والرياضة؟ انتوا مش عارفين ان يعني اتحاد الكوره ده الحقيقه، يعني انا مش فاهم
اتحاد الكره حاجه غريبه جدا. هل حضراتكم مش عارفين؟ انا عارف ان هم من اربع خمس ايام برضو عارفين هذا الموضوع وبيحاولوا يحلوه، لكن ما عرفوش خلاص. التذاكر نزلت، اللي عايز يشتري يشتري، ولا هو في حاجه ومحدش عايز يقول لنا؟ لو في حاجه ومحدش عايز يقول لنا يا جماعه من فضلكم قولوا لنا الحقيقه، والله هنقف في ظهركم لو في حاجه مظبوطه، والله هنقف في ظهركم لو في حاجه مظبوطه. لكن لو حاجه قلنا ان فريق البوسطه ده من احسن الفرق وعنده مجموعه كبيره جدا من اللاعبين الحقيقه الكويسين جدا في فريق البوسطه، ومصر مصر هتستفيد فنيا بشكل كبير جدا في هذا الموضوع فنيا. ولكن احنا من امتى شفنا هذه العلامه مرفوعه؟ شفنا العلامه دي مرفوعه من شهر تقريبا. طيب الشهر ده محدش جه في دماغه ان هو يفكر ايه اللي هيحصل في التذاكر لما تنزل؟ هل السفاره فكرت ان هي تشتري مثلا التذاكر وتوزعها على المصريين كادو؟ في حاجات كتيره جدا ممكن نعملها يعني، او طبعا 500,000 يورو كتير، ولكن كان اشترينا اعداد كبيره. المصريين اللي في النمسا يقدروا يشتروا، كنا نقدر نتغلب على هذا الموضوع باي طريقه يا جماعه. لكن طبعا الله يعني مش عارف ايه اقول ايه، هل الله يكون في عون الناس ان هم عمالين يعني مشغولين بجوابات الفيفا اللي رايحه واللي جايه وجوابات اللجنه الاولمبيه. طبعا يعني مش عارف الحقيقه الواحد يقول ايه، لكن انا من خلال هذا البرنامج انا بقول لحضراتكم حاجه واحده فقط. انا بقول النهارده لكل الناس اللي جايه بكره، احنا مش عايزين ندخل سياسه في الرياضه من فضلكم، احنا عايزين نتكلم في الرياضه بس، او عايزين نتفرج على المباراه فقط، مش عايزين نعمل حاجه تانية. من فضلكم عايزين نمشي الرياضه في مجالها، وزي ما بنقول جوه مصر هنقول بره مصر. وبعدين لو حصل بكره حاجه انا مش هسكت على هذا الموضوع، انا مش هسكت على هذا الموضوع. لو لا قدر الله حصل حاجه بكره في المباراه، سواء بقى اللي يرفع واللي ما يرفعش، وبعدين انت بتدخل مؤسسات الدوله كلها في شيء هيكون صعب جدا جدا. انتوا متخيلين يعني ايه 17,000 تذكره لو جه منهم 10,000؟ انتوا متخيلين ولا مش متخيلين؟ انا مش عارف هي الناس بتفكر ازاي الحقيقه. انا نفسي الحقيقه الناس تتكلم معانا وتقول لنا. يعني انا دايما بحاول ان انا اتكلم في اتكلم مع حضراتكم علشان تروح حد يرد علينا. هل بكره هنشوف الناس بتوع قطر والناس بتوع تركيا شغالين احسن من الناس في اتحاد كره القدم المصري؟ انا اتمنى ان الحقيقه ان الكلام ده ما يحصلش، ولو ما حصلش الحقيقه يعني يبقى احنا قلنا لحضراتكم ايه الموضوع. ولان انا بقولت لحضراتكم انا بقالي اسبوع عارف هذا الموضوع، لكن انا ما حاولتش ان انا اتكلم فيه غير لما جات لي معلومات ان في 17,000 في تذكره، على الاقل منهم 12,000 محدش عارف هم راحوا فين. انا بتكلم بجد يا جماعه على فكره مش بهزر. اتمنى ان ده ما يحصلش بكره، واتمنى ان المنتخب بكره ان شاء الله يستفيد فنيا من هذه المباراه، على الرغم طبعا من ان انا مش عارف الزمالك المنتخب ممكن، اصل الخبر اللي جاي زمالك، المنتخب ممكن يستفيد ازاي في درجه حراره اقل من تحت الصفر تقريبا. فالحقيقه انا مش عارف هل من الممكن ان احنا نشوف مباراة جيدة بكرة المنتخب القومي على الرغم من قوة فريق البوسنة. وانا قلت لحضراتكم هذا الموضوع قبل كده، هنشوف بكرة وخلينا ننتظر الى غدا ماذا سيحدث. ولكن اذا حدث شيء احنا قلنا لحضراتكم هنا في ميدان التحليل اللي كان امبارح المعلومات عن ان مفيش جماهير هتحضر باقية المباريات، وتأكد هذا الموضوع النهاردة. بكره ان شاء الله مباراه منتخبنا القومي مع البوسنه هتكون الساعه 7:30 ان شاء الله بتوقيت القاهره. خلينا نكمل مع حضراتكم بقيه الاخبار. الاموال العامه تطالب الاولمبيه برد مخالفات خالد زين. تلقى مجلس اداره الاولمبيه خطابا رسميا من نيابه الاموال العامه يطالب برد مبلغ 1,400,000 جنيه قيمة فائض من الميزانية الحقيقية التي تم صرفها في أولمبياد لندن 2012، والتي من المفترض أنها عادت لخزينة الدولة. هذه البطولة الشهيرة التي شهدت أزمة الملابس المضروبة. تتذكروا؟ وخلي بالكم موضوع الملابس أنا ما قفلتوش، موضوع الملابس أنا لسه ما قفلتوش، ده لسه في مفاجآت جاية.
يعني انا سايب بس كده الموضوع لعل وعسى الناس تفكر معانا. ومن ناحية أخرى أسفر تقرير إدارة الرقابة والمعايير الذي أرسلته وزارة الرياضة للجنة الأولمبية للرد عليه الخاص بدورة التضامن الإسلامي التي أقيمت في أندونيسيا سبتمبر من العام الماضي عن ثلاث ملاحظات هامة: فرق الأسعار في تذاكر الطيران ما بين بعض البعثات، وتاني حاجة هو تقريبا فرق يقرب حوالي 1500 جنيه في التذكرة الواحدة. والملاحظة الثانية تختص ببقاء أكثر من لاعب في أندونيسيا على الرغم من انتهاء المنافسات الخاصة بهم، الأمر الذي جعل البعثة تتحمل تكاليف مصروفات زائدة. أما الملاحظة الثالثة فجاءت خاصة بالشأن الإعلامي، والشأن الإعلامي الحقيقة كلهم زمايلنا وكلهم أصدقائنا من حقهم الحقيقة إن هم يروحوا، أما مين اللي هيغطي لنا الموضوع ده؟ يعني وزارة أو الحقيقة موضوع الإعلام تحديدا أنا يعني مش عارف، انا دايما بطلع الاعلاميين في اي بعثه مسافره خارج مصر علشان تمثل مصر. ليه؟ علشان الكلام يبان. وبعدين عايز اقول لحضراتكم حاجه، دوره التضامن الاسلامي دي فيها افواج سافرت من غير قرار وزاري كمان، يعني طبعا دي كارثه كبيره جدا، ولكن انا بقول لحضراتكم بمناسبه الملاحظات، يعني انا ملاحظه ان في ناس تسافر من غير قرار وزاري اكتر بالنسبه لي من موضوع الشان الاعلامي. طيب الخبر اللي بعد كده، الزمالك يغادر اليوم الى انجولا. غادرت بعثة الزمالك القاهرة اليوم متوجهة الى انجولا لمواجهة فريق كابو سكورب في لقاء العودة لدور ال 32 لدوري ابطال افريقيا والذي سيقام يوم الجمعة القادم. مشوار برضو 16 ساعة، هيسافر نادي الزمالك هيسافر 16 ساعة يتخللها ترانزيت في الامارات لمدة 6 ساعات. يمكن هي 6 ساعات دي هي اللي هتبقى حلوة عشان في الامارات. طيب خلينا نروح نشوف المؤتمر اللي ميدو عمله قبل السفر للمباراة ونشوفه قال ايه عن هذه المباراة. نطلع نشوف هذا الفيديو ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة اخرى. احنا الهدف المطلوب من مباراة الشباب حققناها وهي الفوز وعدم استقبال هدف، وهو ده يا جماعة مبدأ لازم نرجو، لازم مبدأ لازم يبقى عندنا ان المباراه النوك اوت او مباراه خروج المغلوب بيبقى الهدف من مباراه الذهاب دايما وانت بتلعب على الملعب ان انت ما تخش في جول، ده المفتاح الصعود وان انت تكسب. طبعا انا كمدير فني كنت اتمنى ان انا اجيب الجول الثاني والثالث، لكن الهدف حققناه. انما احنا كفريق قدمنا المطلوب مننا في ان احنا نبقى منظمين دفاعيا، في ان احنا نحاول ان احنا نلعب الكوره بتاعتنا وان الفرقه دي ما توصلش الجول. الماتش الثاني هنلعبه باهداف مختلفه وهنروح هناك نلعب كرة التبطل، يعني من خلال تشكيلنا ومن خلال الشكل اللي هنلعب بيه هنلعب بشكل هجومي وهنضغط وهنحاول ان احنا نروح الهدف هناك يريحنا باذن الله. اخطر لعيب بتاعهم البكره دي سريع جدا بكره، عشان كده لعيب عمر جادر ان هو عشان يوقفه عشان هم بيلعبوا ان هم على طول الهجمه المرتده الراجل البكره يقدر يلعبوا عليه، ولو شفت الجولين اللي هم جابوهم في ماتش السوبر في بيترو اتلتيكو هو اللي عاملهم، فعشان كده لعيب عمر جابر عليه عشان يقوم بالدور الدفاعي عليه في الشوط الاول. فانتوا لما تيجوا تبصوا لحاجات في حاجات انتوا ما بتبقوش شايفينها، يعني انتوا مش شايفين ليه ميدو لعب عمر جابر الشمال، انا مش عارف العب عمر جابر الشمال، انا لو عليا عشان ابقى صريح معاكم كنت عايز ابدا مصطفى، انا كنت عايز ابدا مصطفى، لكن حسيت ان مصطفى مش هيقدر يعمل الدور الدفاعي مع الراجل ده في الكونتر اتاك او البريك اللي هم بيحاولوا يعملوه، عشان كده حطيت لعيب اول حاجه مجهوده البدني عالي جدا، تاني حاجه لعيب راجل وملتزم في الناحيه الدفاعيه، تالت حاجه ان انا مؤمن في كلامه ما كانش موجود معايا، يعني الوحيد اللي كان ممكن يعملها لي بشكل جيد برضه هو مؤمن وما كانش موجود معايا. تعرفين المشكله بالنسبه لي في المؤتمر ده ايه؟ الارهاق او حاله الارهاق اللي باينه واضحه على ميدو. باينه واضحه جدا على ميدو حاله ارهاق. معرفش هل ده من كتر التفكير، من كتر المشاكل اللي موجوده. طبعا هي مسؤوليه، محدش يقول اي حاجه في هذا الموضوع، ولكن اللي انا عايز اقوله لحضراتكم ايه؟ ان حاله الارهاق واضحه جدا على ميدو. وبعدين حتى طريقه كلام ميدو ابتدت تتغير دلوقتي، ابتدى يتكلم بطريقه ان هو يقول للناس تعرفين ان هذا البرنامج، وانا تحديدا انا بلاش يعني انا تحديدا واحد من اكثر المؤيدين لميدو، ولكن او من اكثر المؤيدين لهذه التجربه الحقيقه. ولكن ابتدى ميدو يقول يعني يمكن انتم مش عارفين يعني لا الناس كلها اكيد يا ميدو اللي قاعده معاك او قاعده قدامك اكيد سامعين وعارفين، لان كل اللي موجودين نقاد رياضيين. انت عارف يا ميدو مصر هنا فيها 80 مليون ناقد،
80 مليون ناقد، فما بالك بالنقاد الاصل يعني النقاد الرياضيين الاصليين. فلازم تستحمل شويه. والطريقه اللي انت فهمت بيها الناس الحقيقه ان انت كنت عايز تلعب بمصطفى فتحي وبعدين لعبت عمر جابر علشان الناحيه دي تقفل عليها شويه. طبعا ده هو ده رائع وده وجهه نظر المدير الفني. واكتر حاجه بتعجبني في ميدو ان هو بيطلع يقول لي الكلام اللي المفروض ما يعني في ناس كتيره جدا بتتضايق كمدير فني. جوزيه كان بيتضايق لما حد يقول له انت ليه غيرت فلان ونزلت فلان. فانا سعيد جدا الحقيقه بالكلام اللي قاله ميدو في الاخر، ولكن الطريقه والاستعراض والبتاع انا يعني مش عارف هل يعني خلينا برضه ميدو نمشي في نفس الطريق او في نفس الاسلوب اللي احنا كنا ماشيين فيه خلال الفتره اللي فاتت. هنستعرض مع حضراتكم بقيه الاخبار. اعضاء النادي الاهلي يهددون بالتصعيد والاحتجاجات حال الغاء الانتخابات. هدد أعضاء الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بالتصعيد وإقامة أكثر من وقفة احتجاجية في حالة تأجيل الانتخابات. وقال بعض المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية في تصريحات خاصة لميدان التحليل أن التصعيد سيكون الخيار الأخير أمام الأعضاء. للأسف الشديد أن أنا قلت أن أنا عايز أعرف الموضوع ده يعني أو أقول للناس مين الناس اللي قالوا لي هذا الكلام أو قالوا للأستاذ ياسر، ولكن مش هقدر اقول مين غير لما يحق لي ان انا اقول. لكن في ناس من المرشحين قالوا لي هذا الكلام عشان تبقوا حضراتكم عارفين سواء من القايمه دي او من القايمه دي. ده مهم جدا ان حضراتكم تعرفوه. نكمل اخبار النادي الاهلي والانتخابات. الكابتن طاهر ابو زيد يدعم قائمه محمود طاهر. كابتن طاهر ابو زيد وزير الرياضه السابق استقر على تدعيم قائمة المهندس محمود طاهر في انتخابات الأهلي المقبلة والمقرر انعقادها في أواخر شهر مارس الجاري. الخبر ده يا جماعة يعني بقالنا كتير قوي بنتكلم فيه، والحقيقة المشكلة الأهلي. خليني أقول لكم الخبر الأول. الأهلي يكثف مفاوضاته مع إبراهيم صلاح. طيب النادي الأهلي محتاج إبراهيم صلاح؟ محتاج إبراهيم صلاح. نادي الزمالك محتاج إبراهيم صلاح؟ واللي انا اعرفه الحقيقه من شهرين ثلاثه وقبل ما يروح نادي العروبه السعودي ان ابراهيم صلاح زملكاوي وعايز يلعب في نادي الزمالك، ولكن الاهلي عنده مفاوض شاطر بيقدر يتصرف بيقدر يفاوض، المهندس عادل القيعي بيقدر يجيب الناس. لكن احنا سامعين بقالنا فتره طويله قوي بقالنا حوالي شهر شهر ونص ان ابراهيم يقترب من الاهلي وان ابراهيم خلاص خلص وان المهندس عادل القيعي سافر له. في كذا حاجه الحقيقه سمعناها خلال الفتره اللي فاتت. ايه الصح وايه الغلط؟ حتى انا يعني ناس كتيره حاولنا نكلم في الاعداد حاولوا يكلموا الكابتن ابراهيم ولكن هو مش عايز يرد الحقيقه، او لما حتى بيرد بيقول يا جماعه لا اعفوني لسه ما حصلش اي حاجه حتى الان. طيب ناخد الخبر اللي بعد كده. الإصابة تطارد متعب. أصيب عماد متعب مهاجم النادي الأهلي خلال مران الصباح اليوم بشد في العضلة الخلفية ولم يتمكن من استكمال المران، وأصبحت مشاركة اللاعب مهددة في لقاء العودة الأفريقية أمام يانج. بصوا أنا عماد متعب بالنسبة لي يعني أيام لما كنت أنا بلعب في النادي الأهلي الحقيقة عماد كان لسه ناشئ ولسه طالع معانا في وسط المجموعة الكبيرة. دلوقتي عماد متعب أصبح من الكبار في الفريق، من الكبار في الفريق. فالمفروض ان عماد يعني دايما عليه مسؤوليه ودايما عليه العين وعليه عين كبيره جدا. عماد في حاجه مش طبيعيه الحقيقه، كثره الاصابات اللي موجوده عنده اليومين دول، الخلفيات الكتير اللي بتجيله. الخلفيات دي زي ما حضراتكم عارفين عضله بتبقى مشكلتها في السبرنتات الطويله، حركه زي اللي هو عملها بكعب رجله بتبقى فيها مشاكل في هذا الموضوع. عماد متعب هل يستطيع عماد متعب خلال الفتره القادمه ان هو يرجع احسن من الاول؟ لان هو عنده تجديد، لو حضراتكم لو كل جمهور الاهلي عارف هذا الموضوع، عماد عنده تجديد الفتره اللي جايه، السنه الجايه لازم هيجدد في النادي الاهلي او في غيره. فهل يستطيع عماد متعب يعمل هذا الموضوع خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين دول؟ لازم ينزل الملعب وهو سليم 100%. ده اول حاجه لازم يعملها عماد. عماد خلاص ما بقاش صغير يعني ما بقاش ناشئ لازم ينفع يضغط عليه عشان يلعب، لا. لازم ينزل وهو سليم 100%. النادي الاهلي محتاج متعب، النادي الاهلي بالفعل محتاج متعب. بس متعب اللي في مستواه، ومصر محتاجه متعب برضه بس متعب اللي في مستواه اللي من سنتين. اللي نتمنى نشوفه خلال الفتره اللي جايه ان شاء الله.
طاقم حكام الأهلي في القاهرة يصل بعد غد إلى القاهرة طاقم تحكيم مباراة النادي الأهلي ويانج أفريكانز في إياب دور الـ 32 من دوري الأبطال الأفريقي، ويتكون من السنغالي داتا بدارة حكم الساحة وجي حاج عبد العزيز بنجورة مساعدين والحكم الرابع كيبي داود. معسكر مبكر للأهلي استعدادا ليانج أفريكانز. استقر محمد يوسف المدير الفني للأهلي على أن يدخل فريقه معسكرا مغلقا يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال، ودي طبعا حاجات حصرية لميدان التحليل من التمرين الصباحي للنادي الأهلي. ده لسه النهاردة على فكرة يا جماعة، عشان برضو إيه دايما نبقى متابعين كل الأحداث وحضراتكم معانا، ودايما بنوريكم إيه اللي بيحصل في كل أنحاء جمهورية مصر العربية سواء أهلي زمالك إسماعيلي أي شيء. محمد يوسف استقر ان هو هيطلع بدري شوية يعمل معسكر يوم زيادة الحقيقة، هو محتاج ان هو يركز عشان تبقوا عارفين، يعني برضو 1-0 نتيجة مش صعبة ولكن نتيجة مقلقة، يعني لو دخل فيه الجون هنا لا قدر الله هتبقى مشكلة كبيرة جدا، فاعتقد ان هي هتبقى نتيجة يعني اتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يستطيع عبور هذا الفريق. مفيش ناس كتير اتفرجت على هذه المباراة عشان تبقوا حضراتكم عارفين، ولكن من التليفون كذا تليفون عملته الناس يعني بتتكلم ان الناحية الفنية في الفريق اليانج افريكانز معقولين، ولكن النادي الاهلي يستطيع الفوز في هذه المباراة. وبعدين محمد يوسف يا جماعة، او كلنا مستنيين محمد يوسف الفائز بالبطولة الافريقية، وهو قادر الحقيقة على ان هو يواصل بقية هذا المشوار ان شاء الله من خلال اولى المباريات في يانج افريكانز، وان شاء الله يحتفظ بهذا اللقب وهو او نادي الزمالك الحقيقة، لان هما الاثنين في بطولة واحدة. الراغب يفكر في الانسحاب من الانتخابات. يدرس محرم الراغب المرشح على منصب النائب على قائمة المهندس ابراهيم المعلم بقوة الانسحاب من انتخابات الاهلي المقرر انعقادها في نهاية الشهر الجاري بسبب الظروف الصحية. الحقيقة انا في بعض الاصدقاء ما بيني المشتركين ما بيني وما بين الاستاذ محرم الراغب هو نفى ليهم الحقيقة هذا الموضوع وقال ان هو مكمل في الانتخابات طالما هو قادر على خدمة النادي الاهلي فهو هيكمل في الانتخابات. وزي ما حضراتكم عارفين استاذ محرم الراغب له تاريخ طويل جدا داخل النادي الاهلي، ولكن طبعا عنده منافسة كبيرة جدا، عنده منافسة من الأستاذ أحمد سعيد من قائمة الأستاذ المهندس محمود طاهر، وأيضا الكابتن مجدي عبد الغني داخل مستقل، يعني برضو الكابتن مجدي عبد الغني واحد من نجوم النادي الأهلي ونجوم مصر القدم. يعني برضو دخول الكابتن مجدي عبد الغني كمستقل الحقيقة في هذا الموضوع أعتقد أنه هو يعني هو مش عايز يقول ان هو تبع الكابتن محمود طاهر او تبع الكابتن ابراهيم المعلم، يعني طبعا اساتذة كبير، فطبعا يعني هبقى نشوف الكابتن مجدي عبد الغني ان شاء الله نجيبه مع حضراتكم ضيف في حلقة عشان نشوف رأيه في الانتخابات اللي هيحصل فيها ايه. رسميا مديرية امن القاهرة رسميا ثلاث خطوط تحت رسميا دي يا جماعة، رسميا مديرية امن القاهرة ترفض اقامة مباراة الاهلي داخل القاهرة، مش ترفض بقى وجود جمهور، يعني مش ترفض وجود جمهور، لا دي ترفض إقامة المباراة داخل القاهرة. أظن مبسوطين، أظن كده أنتوا كده مبسوطين، أظن كده عايزين إيه، يعني عايزيننا نقول لكم عشان خاطرنا ارجعوا تاني عشان خاطرنا والنبي، احنا مش هنقول هذا الكلام خلاص الموضوع انتهى، لازم نبقى قاسيين مع حضراتكم لازم نبقى قاسيين عليكم، لان الالتراس طبعا، لان اللي حصل منكم خلال الفتره اللي فاتت خلال المباراه الاخيره الحقيقه ده كان مزعل ناس كتير جدا وما زال الحقيقه وسيظل خلال فتره طويله جدا. اتمنى ان احنا يوم الاحد القادم ما تحصلش مجزره اخرى، ما يحصلش اي شيء يعكر صفو هذه المباراه. والداخليه قالت ان هي هتمنع وجود الجمهور، الداخليه قالت ان هي هتمنع وجود الجمهور، فمن فضل حضراتكم خدوا بالكم ان الداخليه منعت وجود جمهور بس، وتذكروا ال 72 شهيد، لو في حاجه تتذكروا بيها تذكروا اللي حصل
في بورسعيد. من فضلكم. أكدت مديرية أمن القاهرة رفضها إقامة مباراة الأهلي المقرر إقامتها ضمن منافسات مباراة العودة يوم الحد القادم على أي ملعب داخل القاهرة. وكان ثروت سويلة من المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أكد أن وزارة الداخلية وافقت على استضافة المباراة على استاد القاهرة. عموما إيه الصح وإيه المهم، الحاجة اللي احنا متأكدين منها أن مفيش جمهور يوم الحد القادم. 122 مراقبا في دورة اتحاد الكرة، تواجد 122 مراقب في أندية المسابقات القسم الثاني في الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على دورة مراقبين المسابقات التي يعدها الاتحاد. وحرص جمال علام رئيس الاتحاد وأحمد مجاد ومحمود الشامي أعضاء المجلس على الجلوس مع المراقبين للمناقشة حول تفاصيل الدورة. ودي طبعا لقطات موجودة، مش هتشوفوها الحاجات دي على فكرة غير عندنا هنا بس في ميدان التحليل. الجهاز الفني للأهلي غاضب من شوقي غريب. يعني الحقيقة برضو نقول كلمة للكابتن شوقي غريب، ان هو يجب ان يكون هناك مراعاة او عدل او يعني المساواة في الظلم عدل الحقيقة. بمعنى ان انت قلت للاعبي نادي الزمالك او اتكلمت ان لاعبي نادي الزمالك مفيش مشكلة ان هم يقعدوا مع النادي الزمالك لان عنده مباراة مهمة. طب ما هو نفس الموضوع بالنسبة للنادي الاهلي، هو النادي الاهلي علشان لم يصر على هذا الموضوع. يعني انت كابتن شوقي كنت محتاج ان الناس برضو تصر، يعني كنت خدت مجموعة من الاهلي ومجموعة من الزمالك وسبت المجموعة هنا ومجموعة هنا. ده وجهة نظري الحقيقة، ده ليس انتقاد ولكن دي وجهة نظر. انا بقول لحضرتك وجهة نظري في هذا الموضوع. يعني بيتقال ان في حالة من الغضب سيطرت على الجهاز الفني للاهلي من شوقي غريب بسبب اصطحاب لاعبي النادي الاهلي في مباراة المنتخب الودية مع البوسنة وعدم ترك اللاعبين مع الفريق من اجل الاستعداد لمباراة العودة. يعني هم بيقولوا ان قد يكون هناك اجهاد خلال الفترة القادمة، لان رحلة صعبة برضو يا جماعة، من تنزانيا لالمانيا للنمسا والعودة قبل مباراة يانج افريكانز ب 48 ساعة. هتبقى رحلة مرهقة جدا للدوليين في النادي الاهلي. فهو كان الجهاز الفني في النادي الاهلي كان يتمنى ان يكون هناك تعامل بنفس الكيفية التي تعامل بها الجهاز الفني مع نادي الزمالك. ميدو يحذر رئيس الزمالك من أزمات اللاعبين. عقد أحمد حسام ميدو جلسة مع دكتور كمال درويش رئيس النادي الزمالك، شرح خلالها جميع الأزمات المالية التي يعاني منها لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية والتي تسببت في بعض المشاكل، وكان آخرها طلب عمر جمال فسخ تعاقده والرحيل عن الفريق. ميدو حذر خلال الجلسة من خطورة تأخر صرف المستحقات. دي مشكلة كبيرة جدا وهتفضل مواجهة مش نادي الزمالك بس، مواجهة معظم الأندية المصرية. طيب خلينا نكمل في موضوع الأزمات. أزمة في الجهاز الفني للزمالك بسبب الرواتب. أدى بعض أعضاء الجهاز الفني للزمالك غضبهم من قيمة الرواتب التي تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة مؤخرا، والتي تم فيها تخفيض قيمة الراتب الشهري عن المبلغ المتفق عليه، وستكون هناك أزمة بسبب تخفيض قيمة الرواتب. ولكن بعد عودة الفريق من أنجولا وخوض مباراة العودة أمام فريق كابوسكور بالأنجولي، حيث تم منح إدارة النادي مهلة حتى العودة لتعديل قيمة الرواتب التي تم اعتمادها. اعتمد مجلس الإدارة مبلغ 20,000 جنيه قيمة راتب كل من عبد الرحيم محمد المدرب العام وأحمد عبد الحليم مدير الكرة وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى. طب الكابتن هشام والكابتن طارق لما يرجعوا بقى من كابوسكور. الحقيقة أنا برضو قبل ما انتقل لموضوع آخر عايز أقول لحضراتكم حاجة على موضوع عمر جمال. عمر جمال الحقيقة أنا شايف أنه هو استعجل شوية. دايما وانت بتسأل على فلوسك أو انت بتبقى عايز مستحقاتك اللي هي من حقك، على فكرة اللي هي من حقك، دايما يجب ان تختار التوقيت الصحيح علشان تسأل في هذا الموضوع. ليه؟ لان ما ينفعش ان انت تبقى طالع من مباراة كسبان 1-0 وبالعافية والفريق اللي قدامك فريق قوي يهددك في مباراة الاياب
ما ينفعش ان انت تسأل في هذا الوقت او ان انت تطلب حقك اللي انا مقتنع تماما ان هو حقك. وما ينفعش ان ايضا لان انا سمعت كلام كده الحقيقة من عمر ان ميدو قال له انت جاي مصاب من ليبيا واحنا مش عارف ايه والكلام ده كله. اذا كان الكلام ده صحيح الحقيقة فانا برضو يعني ميدو مش عارف هو ايه اللي دخل موضوع الاصابة في موضوع عمر بيلعب في النادي الليبي بقاله فترة وماشي بشكل جيد جدا الحقيقة. لكن انا من وجهة نظري ان عمر استعجل في طلبه لحقه اللي انا مقتنع بيه تماما. اتحاد الكرة بيطلب من الكاف مستحقاته. طبعا زي ما حضراتكم عارفين في 1,700,000 دولار متحفظ عليهم من قبل الكاف بعد اذاعة التلفزيون المصري لمباراة مصر وغانا في المرحلة الاخيرة لتصفيات كاس العالم بدون الحصول على موافقة القناة الناقلة للمباراة. واكد اتحاد الكرة في الخطاب الذي ارسله ان الازمة مع التلفزيون المصري وانه غير معني ببث المباراة وبالتالي لا يوجد مبرر للتحفظ على مستحقات اتحاد الكرة. حلو الخبر ده. محبي السيسي يروجون له في الزمالك. ظهرت عدة لافتات تدعو للمشير عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية داخل أروقة نادي الزمالك. هو خبر حلو الحقيقة ولكن زي ما حضراتكم شايفين هو يعني بعض الصور من داخل نادي الزمالك الحقيقة. يعني الناس بدل ما تحط صور المرشحين لرئاسة نادي الزمالك حطت صور المرشحين او هو حتى الان ليس مرشحا لرئاسة الجمهورية ولكن بعد الكلام اللي اتقال النهاردة. ولكن الحقيقة يا جماعة من فضلكم كلنا بنحب جيشنا. محدش ما بيحبش جيشه. ودي لازم اقولها الحتة دي معلش يا جماعة يعني انا ما بتدخلش كتير ولكن لازم اقول الكلام ده. من فضلكم يا جماعة كفاية تطبيل. من فضلكم عايزين ننظر لهذا البلد بشكل تاني. عايزين نشتغل. عايزين نعمل مصانع جديدة. عايزين ناس كتيرة تشتغل. كفاية تطبيل. اللي هينزل هينزل واللي مش هينزل مش هينزل. كرئيس جمهورية. فخلينا بقى نتجه الاتجاه يعني ارحموا البلد دي شوية. ارحموا البلد دي شوية وخلينا نتجه اتجاه انا مش هتكلم كتير ولكن هو ده الموضوع اللي انا عايز اكلمكم فيه. خلي البلد دي تتجه الى ان احنا نشم نفسنا كده. مش نسيب الدنيا ماشية كده وخلاص ومش عارفين حاجة. كفاية من فضلكم. وفي ناس كتيرة قوي بقى شكلها الحقيقة يعني ان انت تدافع عن شيء انت مقتنع بيه ما عنديش مشكلة. ولكن الشيء بيزيد 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 لغاية لما يعني ناس كتيرة زهقت على فكرة. وناس كتيرة طلبتني ان انا اقول هذا الكلام وانا مقتنع بيه. يعني انا ما بقولش حاجة غير وانا مقتنع بيها الحقيقة. فمن فضلكم كفاية تطبيل. الطبيب الألماني يحدد موعد زفاف وليد سليمان. انتوا عارفين وليد بقاله فترة وحيقعد لسه فترة. يعني الطبيب الألماني وهو شيفر هوف ده من أيام كان الواحد بيلعب كورة يعني. هو اللي بيشرف على علاج معظم لاعبي كرة القدم سواء في النادي الأهلي أو نادي أي حد بيروح يسافر بيعمل العملية عن شيفر هوف. فهو بيقول ان هو هيعود وليد هيعود إلى ألمانيا خلال أسبوعين أو ثلاثة من الآن على أكثر تقدير لعرض حالته مجددا على شيفرهوف والذي اجرى له الشهر الماضي. الحقيقه يعني من الناس اللي انا ما زرتهمش يعني شيفرهوف من الناس اللي انا ما شفتهمش يعني وما كانش نفسي ان انا اشوفهم الحقيقه. نجمنا الكبير الكابتن محمود الخطيب متخصص الافراح في النادي الاهلي ويرتب لاحتفاليه الاهلي. الحقيقه يعني دايما بنحب احنا نعمل لكم عناوين تبقى مثيره لحضراتكم وحضراتكم دايما بتستمتعوا. واحد زي كابتن محمود الخطيب ده علامه كبيره جدا في حياه في الكره المصريه وعلامه كبيره جدا في النادي الاهلي. وانا شخصيا بالنسبه لي محمود الخطيب ده يعني قامه كبيره جدا ولما كنت بقعد معاه كنت ببقى سعيد جدا. كابتن محمود الخطيب دايما تلاقوه بيظهر في الاوقات اللي فيها فرحه اللي فيها بهجه. الاوقات التانية ما تلاقوش لكن الكابتن محمود الخطيب دايما كده. ليه؟ لان الناس بتحب الراجل ده. الراجل ده انت لو حطيته في اي حتة الناس بتحبه. حطيته هنا الناس بتحب عنده قبول كده سبحان الله بتاع ربنا يعني. فالناس بتحبه الجيل بتاعي والجيل اللي قبلي واللي قبلي واللي قبلي حتى الاجيال الصغيرة بتعرف مين محمود الخطيب.
ابهاتهم واجدادهم بيقولوا لهم مين محمود الخطيب. فسبحان الله هو الكابتن خطيب دايما تلاقوه بيظهر في الفرح، لكن في الاشياء اللي فيها يعني لسه الدنيا مزنوقه شويه كنت تلاقي الكابتن محمود الخطيب ما بيظهرش كتير في هذه الامور. فدايما الكابتن محمود ده يا جماعه عشان تبقوا عارفين شخصيه كده من الشخصيات اللي تحبها من غير حاجه. طيب كان مجلس إدارة النادي الأهلي قد قرر مؤخرا تشكيل لجنة برئاسة الكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي وتضم في عضوياتها هشام سعيد وخالد مرتجي وخالد الدرندلي أعضاء المجلس للترتيب هذه الاحتفالية، وأن النادي حقق إنجازا عالميا تسبب في سحب هذا اللقب من نادي اي سي ميلان الإيطالي. مجموعة الحقيقة أعتقد أنها تعمل احتفالية على أعلى مستوى، مجموعة كلها عندها فكر جميل جدا. الحقيقة عندي فيديو الحقيقه عايز اوريه لحضراتكم، اتولنا ايهاب كده واحنا شغالين. طيب يعني فيديو عجوز عمرها 87 عاما تلعب الجمباز. الحقيقه بدات الالمانيه جوهانا كاس في 20 سبتمبر 1925 ممارسه رياضه الجمباز، لكنها توقفت في الاربعينات من القرن الماضي لتتخصص في كره اليد، ولم تعد لممارسة رياضتها الأولى حتى بلغت من العمر 50 سنة، حيث عملت جوهانا كمدربة للجمباز وحصلت على عدة جوائز مع فئة الكبار، وقامت أيضا بتكوين عدة مدربين من خلال عملها كأستاذة بمؤسسة متخصصة بألمانيا. فضلوا شوفوا يعني الجمال والناس اللي عندها لا تيأس. لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة. خلينا ننظر لهذه السيدة الرائعة الحقيقة، وتبقى رسالة للشباب والفتيات. الرياضة دي من أهم الأشياء في عالمنا كله الحقيقة، وهي التي بتقرب الشعوب، مش زي اللي هيحصل في مباراة البوسنة بكرة. هي التي بتقرب الشعوب. مش عايزين نتكلم في السياسة، من فضلكم ابعدوا السياسة عن الرياضة، هفكركم كل شوية بهذا الموضوع. هنقول لحضراتكم دلوقتي عندنا فقرة جديدة النهاردة، المواقع تقول. هبدأ مع اليوم السابع. اللجنة الثلاثية تستعين بثابت لإقامة الانتخابات في موعدها. استعان أعضاء اللجنة الثلاثية المشكلة للبحث عن حلول لأزمة الرياضة المصرية التي تواجه شبح الإيقاف والتجميل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم باللواء منير ثابت عضو اللجنة الأولمبية الدولية لإقناع اللجنة الدولية بإقامة الانتخابات الأندية في موعدها خلال شهر مارس الجاري. الحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة في الموضوع ده، معرفش ده مش معلومات، دي وجهة نظر كده أنا بحاول أتكلم فيها مع حضراتكم. هل من الممكن أن يكون القرار اللي عمله رئيس وزير الشباب والرياضه امبارح المهندس خالد عبد العزيز وهو قاعد مع في حفله نقاد الرياضيين، قال ان هو هيبعت القانون الجديد للجنه الاولمبيه علشان تقول عليه ملاحظاتها، القانون الجديد اللي تم الانتهاء منه برئاسه اللجنه المعده برئاسه اللواء الدهشوري حرب، هل من الممكن ان يكون ان هو عايز يسرع بانتهاء القانون علشان يكون قبل الانتخابات ويتم بناء على هذا القانون الانتخابات فتقام الانتخابات في موعدها؟ مش عارف، انا يعني بفكر مع حضراتكم. يعني ممكن من الممكن ان يكون ان هو عايز يحل هذا الموضوع بهذا الشكل. انا يعني ما عنديش معلومه في هذا الموضوع، ولكن انا بقول لكم يعني بنتكلم بنفكر مع حضراتكم. وأكمل في اليوم السابع أن هناك جلسة منذ أيام جمعت ثابت مع الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وخالد زين رئيس اللجنة الأولمبية والمهندس هشام حطب نائب رئيس اللجنة والدكتور علاء جبر السكرتير العام للاتفاق على
صيغة توافقية لإقناع الأولمبية الدولية بأن المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد فترة انتقالية، فضلا على أن الدولة أقرت الدستور الجديد ويحتوي على مادة الرياضة أو مادة للرياضة توافق مع المعايير الدولية. من يلا كورة، الإصابة تبعد صلاح سليمان عن لقاء كابو سكورب. تقرر غياب صلاح سليمان لاعب فريق الزمالك عن مباراة فريقه أمام كابو سكورب الأنجولي يوم الجمعة في دور الـ 32. وأوضح سليمان في تصريحات لمراسل يلا كورة بأنه يعاني من شد في العضلة الخلفية تعرض له خلال مباراة السبت. من في الجول، وزير الرياضة: أخشى على مصر من تجميد النشاط. اعترف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأن مصر تواجه خطر التجميد الذي يهدد، هي دي بشاير ولا إيه؟ ها؟ بشاير ولا إيه؟ قولوا لي. يعني امبارح شفنا إن هو بيودي القانون، قانون الرياضة، وشكر الكابتن طاهر أبو زيد المهندس خالد عبد العزيز، الحقيقة راجل محترم جدا، ولكن في نفس الوقت هل دي بشاير لشيء معين لقدام؟ ده خبر أنا بقوله لحضراتكم وبعلق عليه. هل هيبتدي يخاف المهندس خالد عبد العزيز اذا كان شايف ان من مصلحه مصر ان هو يلغي الانتخابات؟ لازم يطلع يقول هذا الكلام ويواجه الناس كلها بالحقائق اللي قدامه. ولكن برضه في قطاع كبير جدا عايز الانتخابات يا جماعه، لازم لا نهمل هذا القطاع. من فضلكم، من فضلك يا باشمهندس خالد، لا تهمل القطاع الكبير الذي يريد، أو رغبة القطاع الكبير الذي يريد إقامة الانتخابات في موعدها. من سوبر كورة، موقع أوروبي يبرز اهتمام نوتنغهام بفتحي. زادت التكهنات حول مصير أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي في ظل عدم تجديد لتعاقده مع القلعة الحمراء، وأبرز موقع ترانسفير الشهير اهتمام نادي نوتنغهام فورست باللاعب ورغبته في ضم الصيف المقبل الحقيقة برضو يعني بناء على العلاقة الشخصية اللي بيني وبين أحمد فتحي، اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم إن أحمد فتحي لن يلعب في نادي آخر غير النادي الأهلي داخل مصر، ولكن قد يفكر في الاحتراف. إذا جاله عقد احتراف هيلعب خارج مصر، لكن إذا ما جالوش فمحدش يقلق إن ممكن أحمد يلعب داخل مصر في نادي آخر. ده كان آخر خبر معايا الحقيقة من سوبر كورة، وكل يوم هنجيب لحضراتكم كلام بعض المواقع وبتقول إيه عن اللي بيحصل في الرياضة المصرية. هاني ابو حنين ابعتولي طبعا على ميدان التحليل مع كابتن اسلام الشاطر، وما تنسوش اسألوا الكابتن عماد النحاس، واحد من افضل من انجبته بالكرة المصرية، لعب في مركز الليبرو الحقيقة، يمكن اختفى الليبرو دلوقتي ولكن عنده وصل. طب كويس، عنده وجهات نظر كتيرة جدا الحقيقة عماد النحاس في امور كثيرة، ومن الشخصيات اللي بتحترم داخل النادي الاهلي، وكل الجمهور المصري الحقيقة سواء الاسماعيلي او الاهلي او الزمالك او الاتحاد بيحترم عماد النحاس. حاضر حضراتكم بعض الكومنت سريعا جدا. هاني ابو حنين وسجة: انا هاني شحتة، انا بحبك يا كابتن اسلام، ربنا يخليك. الكابتن نبيل بيقول قوله خلصت مع حسني عبد ربه للاهلي. حسني ما اعتقدش ان هو ممكن يروح الاهلي بسبب حبه الكبير للنادي الاسماعيلي. ممكن اعرف مباراة منتخب مصر الساعة كام؟ ده مختار كامل الساعة 7:30 يا جماعة. لوكا صلاح صالح بيقول للكابتن عماد انت فاكر النادي الاسماعيلي؟ حد بيسأل، انا بسأل الكابتن عماد طبعا هنسأله في المواضيع دي كلها يعني. بيقول لي عماد، كابتن عماد انت ليه بتطلع مع الكابتن اسلام او مع اسلام؟ هو قايل كده اللي واقف بكل قوه ضد اداره الاهلي علشان خاطر طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد مشي يا جماعه، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ انا بقى يعني مش عشان خاطر حد بقف ضد حد يا جماعه، لكن للاسف الناس، مفيش مشكله يا جماعه قولوا رايكم، لكن كابتن طاهر مشي. اللي انا عايز افكرك بيه الاخ اللي كاتب هذا الكلام، اللي انا عايز افكرك بيه ان الكابتن طاهر ما بقاش وزير وما بقاش في موقع، مش تفتكر يعني لو انت ناسي. تحياتي للكابتن عماد النحاس نجم النادي الاهلي، اشكرك وتحياتي، الله يخليك.
مصطفى الاجان، انا بوسع كابتن اسلام والنجم عماد النحاس، وفين الكابتن عماد من النادي الاهلي؟ كابتن عماد نائب رئيس قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي. السياسه والرياضه دمت ميكس يا كابتن، ده مصطفى ابو زيد عندك حق، بس كان لازم اقول يعني يا جماعه معلش اعذروني انا اسف، ولكن كان لازم اقول كفايه كفايه. ايه اخر اخبار محمد ابو تريكه؟ ليه مش ظاهر على الساحه وارجو الاجابه؟ ده من علي مرزوق. هقول لحضرتك محمد ابو تريكه بكره، ممكن اقول لك اخبار جديده عن محمد ابو تريكه. احلى مساء يا كابتن، ايه اخبار ابو صلاح؟ ابو صلاح مين؟ محمد صلاح يعني؟ احمد مصطفى عمران، ميدو ميدو، السلام عليكم كابتن اسلام. هو محمد زيدان هيلعب فين الموسم القادم يا كابتن؟ محمد زيدان في كلام على ان هو كان رايح نادي الزمالك، ولكن ميدو طلع نفى هذا الكلام. إيه بحب اعرف يا كابتن ايه القنوات اللي هتذيع الماتش بكره مع البوسنه؟ حاول اعرف واقول لك. يا مين اللي كاتب الكلام ده يا محمد؟ إيه منور يا كابتن عماد، الرياضه المصريه رايحه بينا فين من الحراميه؟ ده خالد لوتا. السلام عليكم جميعا، اخوكم عبد الحميد، احب ارحب بكابتن عماد، هوصل له طبعا كل هذا الكلام. احمد مصطفى عمران، يا كابتن الداخليه هي المشكله والرياضه موديانا في داهيه والشباب مشهبل يا كابتن، نتمنى الحقيقه هذا الكلام. انا عصومه بيقول السلام عليكم يا كابتن، الله عليكم السلام. مؤمن العميري بيمسي عليك وعلى ضيفك، اشكرك. مودي ايمن بيقول لي ابعد عن الالتراس يا كابتن، وخليك ابعد عن الالتراس ليه؟ مش فاهم، هم عارفين قد ايه انا بحبهم، وعارفين ان انا بقول الحقيقه ما بقولش حاجه غلط. لو انتوا شايفين ان انا بقول حاجه غلط دي وجهه نظركم برضو. على فكره انا دايما بقول كل الكلام اللي بيتكتب ضدي، ما بقولش الكلام اللي بيتكتب معايا يعني. وهنكمل بقى طبعا بقيه الكومنتس مع كابتن عماد النحاس ان شاء الله. اخر كومنتس هقراه لحضراتكم. يا كابتن اسلام، جمهور الاهلي يكسر ويسحل عساكر الامن المركزي ومحدش يصوب بخرطوش، والوقت نايت واقف سلمي عند الاستاد يصوبه بخرطوش. ده انا احمد، وحشتنا بجد، شكرا. وعبد الله سعيد هيروح الزمالك، مش عارف والله موضوع عبد الله سعيد ده ايه، ولكن هنبقى نشوف لو جات لي اي معلومه الحقيقه في هذا الموضوع هبقول لحضراتكم عليها. عموما اعتقد ان هو صعب يعني، اعتقد ان هو صعب، ده ممكن اصل يزعل مني ناس كتير، ولكن انا اعتقد ان هو صعب، مش هقول نص الجمله الثاني، لكن اعتقد ان هو صعب. عموما خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنشوف تقرير عن نجمنا اليوم النجم الكبير الكابتن عماد النحاس، هتكلم معاه شويه بقى في كره القدم بعد هذا الفاصل، وتقرير عن كابتن عماد النحاس والله زمان يا عمده بعد هذا الفاصل. استقبل نجمنا الكبير الكابتن عماد النحاس.